نعم، هذا فيه أيضا الرجاء والخوف، يعني يجب أن يكون المؤمن راجيا خائفا، ويتعادلان الرجاء والخوف، مع أن بعض العلماء يقول إذا كان في صحة ينبغي أن يكون الخوف مقدما، وإذا كان في مرض ينبغي أن يكون الرجاء مقدما وراجحا على الخوف. وهذا أخذا من بعض النصوص، أو لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه جل وعلا. وقوله في الحديث أنا عند ظن عبدي بي، إذا ظن خيرا وجده، ظن شرا وجده. ولكن الخوف لا يجوز أن يتعدى حده، فالخوف يجب أن يكون الخوف الذي يمنع الإنسان من ترك الواجب أو فعل المحرم فقط، فإن تعدى هذا فإنه مذموم فيصبح يكون قنوط. وكذلك الرجاء لا يجوز أن يتعدى الحد الشرعي، وحده أن تحسن الظن بربك وأن تعمل الإحسان، وأنك لا تتهور وتترك أمر الله جل وعلا اعتمادا على ذلك. ولهذا أخبر الله جل وعلا أن رحمته قريبة من المحسنين، رحمة الله قريب من المحسن، فالإحسان هو القيام بالأمر. فعلى كل حال يعني هذا من أركان العمل، من أركان العمل الذي يعملها الإنسان أن يكون راجيا خائفا، فيرجو رحمة الله جل وعلا، وأن الله جزاؤه جل وعلا لا يضيع، سوف يجزي عبده العامل بأكثر ما يستحق، لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى ما يعلمه الله. وكذلك الخوف يخاف من عقاب الله، فعقاب الله أليم، سأل الله جل وعلا أن يحمينا من المخالفات. فالقنوط هو شدة اليأس، ولهذا قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته، ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. إن الله أخبر أن رحمته وسعت كل شيء، ولكن عذابه شديد. صور مثلا كافر إذا مات كم المدة التي يقضيها في حياته، يعني أكثر تقدير كم، 100 سنة، جعلها 120 سنة، إذا مرت 120 سنة وحضر الموت ما تصوره، وش الذي مر عليه؟ كأنها ساعة، هذا شيء معقول معروف. ثم يبقى في النار ما دامت السماوات والأرض خالدا فيها، قايس بين هذا وهذا، أمر هائل جدا. فعذاب الله جل وعلا ليس شيئا. ثم النار، يستطيع الإنسان أنه يدخل أصبعه في المصباح يألم، يألم ألم شديد، يصيح، كيف النار الذي ضعف حرها أكثر من 70 مرة عن هذه النار الموجودة عندنا، يعني عذاب شديد. ثم ربنا جل وعلا يوم القيامة يغضب غضبا ما غضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله. لهذا يبقى الناس 50,000 سنة قيام على أقدامهم، يستطيع أحد يبقى هذا البقاء 50,000 سنة وهم قيام على أقدامهم، ما في جلوس. يوم يقوم الناس لرب العالمين قائمين، يعرقون والشمس على رؤوسهم، ولا ظل ولا ثوب ولا أكل ولا شرب، كيف يحيون؟ خلقوا حياة خلقا ما يقبل الموت، خلاص يقبل العذاب ولا النعيم. وهذا ليس على كل أحد، أما المتقي
فلا خوف عليه ولا يحزن. لكن هذا على سائر أهل العصاة والكافرين هكذا يمر عليهم هذا الشيء، هذا أمر شديد. ثم إذا نصبت الموازين وتطايرت الصحف ما الحالة؟ أمر شديد جدا. ثم بعد ذلك النار محيطة بهم من جميع الجهات، النار موجودة عندهم يشاهدونها محيطتهم بهم، ولا في عبور إلا من فوقها، يوضع الصراط والصراط متحرك مضطرب، يستطيع الإنسان لو مثلا وضع فوق بين عمارتين خشبة وثبتت يستطيع الإنسان يمشي من فوقها؟ ما يستطيع. فكيف يعبر من فوق النار؟ ما في عبور إلا في العمل، بالعمل. إذا كان العمل، إذا كان الإنسان مستقيم على صراط الله الذي أنزله للعمل في هذه الدنيا استقام على ذلك وعبر، وإلا سقط، لهذا يتساقطون فيها. فكل هذه أمور يجب أن نتصورها وأن نخاف وأن نعمل لها، سوف نعيشها. ثم قبل هذا كله القبر، قبر ما هو موت يدفن الإنسان وينسى، حياة، إذا وضع في قبره فهو في حياة برزخية الله أعلم بها، ولكنه يألم ويتنعم، قد يكون نعيمه أبلغ من هذه الدنيا. فكل هذه الأمور يجب أن نعرفها، ولهذا يشتد جزع أهل الحق في هذا، ويشد بكاؤهم وعويلهم، تجد الإنسان كأنه مصاب بأعظم مصيبة إذا شاهدته، وإذا هو يبكي، وإذا هو يقوم الليل ويصوم النهار، وإذا قيل له قال والله لو توعدني ربي أن يسجنني في الحمام لحق لي أن أبكي، فكيف وقد توعدني أن إذا عصيت يسجنني في جهنم؟ فالاحتياط والحزم أن الإنسان يحتاط لنفسه ويعمل ولا يهمل، حتى إذا حضر الموت قال يا ليت ويا ليت، إنه ما تؤخر نفس عن أجلها، الإنسان له أجل محدود لا بد أن ينتهي به. فكل هذه الأمور يجب أن نتصورها، ولكن رحمة الله واسعة، يجب أن يكون ثقة العبد بربه أعظم من ثقته بعمله. نعم.